صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معايا على قناتي وقناتكم ايفالوكس دي زد. الوصفه البنات نتاع اليوم هي يعني هديه مني لاصحاب الصلع الوراثي او مرضى الثعلبه. يعني الصلع يكون يعني استعملوا له اكثر من وصفه الثوم الاحمر، وصفه يعني وصلوا حتى جرحوه بلالام، يعني حتى قاموا هكذا بجرح هذيك المنطقه، هذيك منطقه الصلع، وما نبتش فيها الشعر. اليوم ان شاء الله راح نعطيكم هذه الوصفه رائعه، ايضا هي شديده جدا الاصحاب اللي عندهم، البنات اللي عندهم فراغات في مقدمة الشعر. كاين بنات اللي شعرهم دهني للغاية، فروة الرأس دهنية جدا، على هذا الشعر تاعهم يكون عندهم هذا المشكل اللي هو الفراغات في مقدمة الرأس. يعني مقدمة الشعر دائما نصيبوها خفيفة بزاف وفارغة بالبزاف، وتلمو الشعر تاعهم مزيت والفروة تاع الشعر تاع الرأس تاعهم يعني دهنية، على هذا بالخف تظهر هذا كأنه صالع من القدام. اليوم راح نعطيكم الوصفه هذه ما تعتمدش على الاعشاب، حبيت نبدل لكم اليوم. هذه الوصفه تعتمد على الزيوت، راح ناخذوا 3 انواع زيوت، يعني مباشره تروحي عند العطار، وانا نفضل بزاف زيت كابتن. نروحوا عند العطار نقولوا له اعطينا زيت الثوم، زيت اللوز المر، وزيت الخروع، هادو 3 فقط. كل واحد فيهم عنده فائدة. مثلا زيت الثوم هو رائع لنمو الفراغات، يملأ الفراغات، أيضا يغذي البصيلات الضعيفة. زيت اللوز المر، شوفوا البنات غادي نعطيكم واحد الحاجة في زيت اللوز المر، يعني إضافة في هذا الفيديو. ولكن يا البنات إذا مازال ما اشتركتوش في القناة، نتمنى أنكم تشرفوني وتشتركوا في القناة، أيضا تفعلوا زر الجرس كل مرة يوصلكم الجديد، أيضا جام شوية بارتاج هكذا باش الكل يستفيد. زيت اللوز المر يا البنات اللي عندهم كثافة في الشعر، شو سبحان الله، اللي عندهم كثافة في شعر الجسم، يعني اللي يعانوا من إزالة الشعر في الجسم، وبالخف ينبت لهم الشعر غليظ يعني خشين، وينبت الشعر بكثرة بغزارة. أنا ننصحكم أنكم واحدة من زوج، يا إما تدهنوا بعد عملية نزع الشعر تدهنوها بزيت اللوز المر للجسم يا البنات، للوجه للجسم، يعني زيت اللوز المر للوجه والجسم، هذا راح ينقص ويقلل ويبطئ نمو الشعر في الجسم، وعنده مفعول عكسي للشعر، شعر تاع الراس، شعر تاع الراس هو يغطي يعني يقضي على طبقة الزيوت اللي كاينة في فروة الراس. يعني اذا كانت عندك فروة تاع الراس دهنيه، فهو راح ينظفها لك من هذوك الزيوت، يقضي على الافرازات الدهنيه في فروه الراس. على هذا قلت لكم زيت اللوز المر مهم للجسم، ينحي يبطا نمو الشعر في الجسم، وينبت الشعر، يساعد انفا، هو كي ندخلوه مع زيت الثوم وزيت الخروع راهو يعطينا انبات للشعر وانبات للفراغات وعلاج للثعلبه والصلع الوراثي يا البنات، والله العظيم هي من اروع ما يكون. زيت الخروع يا البنات رائع لتطويل الشعر وتغذيته، يعني هذه معروفه. واش راح نديرو؟ راح نخلط كميات متساويه من واش، من زيت الخروع وزيت اللوز المر. يعني ناخذ مثلا ملعقتين زيت خروع مع ملعقتين صغار تاع الشاي مع ملعقتين زيت لوز المر مع كمية أكبر مع 3 ملاعق من زيت الثوم. يعني دايما كمية زيت الثوم تكون أكبر من كمية الخروع والمر واللوز المر. ملعقة صغيرة وملعقتين زيت خروع، ملعقتين لوز مر، زيت اللوز المر مع 3 ملاعق صغار دايما من زيت الثوم، راح نخلطهم مع بعض. بعدها هنا هاد العمليه البنات من الانفو تخلطوا، يعني بمجرد انكم خلطتوا هاد المكونات هادو 3 نطبقوهم مباشره، ما لازمش نخلطوهم ونخلوهم يعني موضوعين هكذا بجيه ولا موضوعين هكذا بجانب، لانه المفعول تاعهم راح يروح وبالك يعطونا مفعول عكسي عاد. على هذا هاد الزيوت هادو في الدمج تاعهم مع بعض لازم التطبيق تاعهم يكون مباشره. واش راح نديرو؟ اول حاجه باش تعطينا نتيجه بسرعه البنات، هذا التطبيق هذا لو كنت تستعملوه في اسبوع والله العظيم ما راح تعرفوا رواحكم، يعني شعركم راح يتبدل وراح يتغير بطريقه رهيبه.
في اسبوع يا البنات. ودائما انا نتحداكم بالوقت ودائما نقول لكم الا ما وصلتوش لهذه النتيجه ادخلوا عندي وما تخلوا ما تقولوا في داك التعليقات، وانا نتحداكم بهذا الشيء. الوغ واش راح نديروا؟ اولا راح ناخذوا فوطه راح نبلوها بماء ساخن، يعني راح نرشوا نحطوا نوضعوها في ماء ساخن ونعصروها مليح 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 ونوضعوها على الشعر نتاعنا، ما درنا فيه والو، مباشره وضعنا عليه هذه الفوطه، نخلوها هكذا مده ربع ساعه هكذا. بعدها يعني هنايا الصايا عرفت باللي الفروه تاعي تاع الراس راهي جاهزه باش تستقبل اي خلطه. هنا عاد يعني في المومون الوقت اللي نكون واضعه فيه الفوطه ونعرف باللي خلاص ما بقاليش بزاف وننزع الفوطه، نقوم بخلط هاد الزيوت هذه. بعدها ناخذ هذا الخليط وندلك به مباشره فروه الراس جيدا. الدلك يا البنات والمساج لفروه الراس اهم من الخلطه ذاتها، يعني لازم هكذا بصبعاتك غير بالعقل تقوم بدلك لي، نقوم بدلكها جيدا، ندلك فروة الرأس بالأصابع نتاعنا جيدا. بعدها نوضع عليها غطاء بلاستيكي، أو مثلا يعني أنا كنت نستعمل فيها البوني أو البوني تاع ليماش أو هذاك البوني اللي مش عارفة كيفاش نقول نفهمكم، البوني اللي نسحب الخصل. الوغ هذاك البوني توضعيه، ممكن غير هذاك توضعيها على الشعر تاعك وتلفيه وتخليه، تخليه مدة ساعة أو يعني إلا ما قديتيش ما قدرتيش تخليه 45 دقيقة. بعدها هنا مهمة أيضا تقومي بغسل الشعر بشامبو خالي من السيليكون أو شامبو الأطفال. البنات اللي تقول لي راكي تقولي لنا شامبو خالي من السيليكون، عطينا شامبو خالي نروحو نشريوه، أنا مانيش حابة ندعم حتى ماركة، ولكن يعني لاكو حابين روحوا لداب، داب ماشي داف، داب هذاك أورانج ولا هم كاين بزاف لي كام، داب تصيبوه خالي من، هو داب خالي من السيليكون، أنا نستعمل هاد الشامبو خالي من السيليكون أو شامبو الأطفال تانيك راهم راهو رائع، سوختو البنات اللي عندهم الفروة الدهنية والشعر الدهني. دائما انايا ننصحكم ونوصيكم بشامبو الاطفال. نغسلوا الشعر تاعنا جيدا، من بعد نجفوه هكذا ونخلوه. هذه العمليه ممكن تقوموا بها يوميا، ممكن 3 مرات في الاسبوع الا باغ اكزومبل حبيت تخدموا ولا عندكم حاجه ولا تخرجوا ولا، وممكن يوميا اذا كنتوا في الدار وحبيتوا تسرعوا النتيجه والنتيجه تاعكم تجيكم بالخف. البنات هذه من اسرع واقوى الوصفات للصلع، يعني من اروع ما يكون. والبنات اللي عندهم المشكله نتاع فراغات في مقدمه الراس النتيجه راح تكون رائعه بالبزاف. هنا فقط يا البنات ننصحكم دائما بالشامبو، تغسلوا بشامبو الاطفال. لماذا؟ لانه شامبو الاطفال هو اللي راح يساعدكم انه ينشف لكم، يجفف هذيك الزيوت او الدهون اللي كاينه في فروه الراس. اتمنى ان شاء الله يا البنات نكون فدتكم، ان شاء الله يا رب البنات نكون عطيتكم يعني هكذا وصفه اللي تكون يعني تستفادوا منها، خصوصا المرضى نتاع الثعلبه ربي يشفيهم ويعافيهم ان شاء الله. ما تنساوش يا البنات الدعم في القناه، ما تنساوش يا البنات بارطاج شير لو ماكسيموم باش الناس كامل تستفاد. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.